السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ مريم العالمي. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم كيك الفيريرو اللي اتضجى في مواقع التواصل الاجتماعي. فعلا كيجي رائع ولذيذ. كنحتاجوا لهذا الكيك هذا كطبقه اولى، كنحتاجوا 3 البيضات، نص كاس ديال الزيت ديال العنبه، نص كاس ديال سنيده، نص كاس وفوق منه شي شويه ديال الحليب العنبه كذلك. هنايا عندي النشا، ملعقه كبيره ديال النشا. هنا عندي قرصة ملح، كاكاو المر. هنا عندي فلون ديال البندق، انا اختاريت نكهة البندق. اي نكهة ممكن لكم تستعملوها، ماشي مشكل، شوكولا او كراميل اللي بغيتو. عندي الدقيق حسب الخليط، كيس من الفاني وكيس من بيكنج باودر او خميرة الحلويات. نبداو بسم الله. الطريقة غادي ناخدو اناء نوضعو في البيض، طريقة جد سهلة. أنا كنصاوبو كيك عادي، ناخدو هنايا دينا السكر مع البيض، دابا الزيت، قبصة ملح، هنايا فلون ديال البندق ليكم اي نكهة ممكن ليكم توضعوها. هنايا النشا، النشا كيخلي لينا الكيك يجينا رطب وخفيف. نضربو الفاني، نسيت ما درتها قبيلة، نورمالمون كنديرها مع السكر وكذلك البيض. هنا هي غادي ناخدو مع غيره، نضربو مزيان كذلك الكاكاو، نضعو ونشوفو اللون اللي حنا بغينا. كيف كنقول لكم اللون فاتح ولا يكون غامق اكثر، على حسابكم نتوما شنو كتبغيو. المهم انا غادي نكمل هنايا الطحين ديالي، كتشوفو نعاودو نتلاقاو. نضعو في مول، نضعو بالزبده ونرشوش بالدقيق. شوف نضعو الخليط هكا كيجي لهذا الشكل هذا. انا الخليط في مول، غادي ندخلو الفران. طياب الكيك راكم عارفين، من بعد ما يطيب لينا الكيك ديالنا نعاودو نتلاقاو. خرجت الكيك هو باقي سخون، تقبتو بكيغدون. هنايا درت قهوة، معلقة صغيرة مع مراج ديال القهوة سريعة الذوبان، مع كاس ديال الحليب، وغادي نسقي به حلوة. هي باقا سخونة بطبيعة الحال، إلا كانت باردة كنسخنو الحليب مع القهوة. نسقيها، سقينا الكيك. كطبقة تانية كناخدو علبة كريم شونتيي، جوج طانات كراميل، وعندنا نصيط هاد الحليب. خديت منو كاس ديال العنبة، هو اللي سقيت به الكيك. إناء كبير، صحن ديال كريم شونتيي، هنايا طانات ديال الكراميل، صافي. وغادي غادي نضربو بالضراب حتى تطلع لينا الكريمة. كما قلت لكم غادي ناخدو كاوبيل هنايا، حلو ماشي ما يبدا يصغر هكا في الحليب، جوج معالق صغار باش يعطينا شويه لون غامق ما يبقاش هكا.
الكريمه كتجي على هذا الشكل هذا غادي نحطو كيك غادي نضع فوق كيك هنا هكذا صافي غادي ندخل هاد الثلاجه تشد فراسها من بعد ما تشد فراسها مزيان نتلاقاو مع الطبقه الثالثه والاخيره الطبقة الثالثة والأخيرة عندنا 22 شوكولاتة هنايا شوكولا عادي عندنا كاوكاو كونكاستي وعندنا هنايا كاس إلا ربع ديال الحليب هنايا غادي ندوب شوكولاتة في حمام مريم كتشوفوا مع الحليب صافي ومن بعد ما يذوب ونعاود نرجع لكم مع ذوب الشوكولاتة غادي نزيد هنايا كاوكاو كتشوفوا نحركو مزيان ونخليو حتى يبرد من بعد ما يبرد كذلك تشمد لينا ديك الكريمه مع الكريمه شويه شدات لينا فراسها غادي ناخذو ديك الكاوكاو مع الشوكولاط هنا الشوكولاته وكذلك كاوكاو على الوجه ندخلوها المجمد ولا ما كنتوش مزروبين عليها ديروها في الثلاجه عاديه من بعد ما تشد فراسها تلقاو مع الشكل النهائي ان شاء الله الشكل النهائي ديال الكيك الفيريرو كيجي على هذا الشكل هذا ودابا غادي ناخذ واحد ملقه باش نوريكم الشكل ديالها من الداخل كيف كتشوفوا كتجي رائعه نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد الى اللقاء مع وصفه قادمه ان شاء الله.